الغريب انه انت بعد انه خلصت المعهد وكان عندك معدل جيد. نعم. بمعدل جيد وكنت حافظ للقرآن ومعدلك يأهلك للدخول إلى كلية جيدة. نعم. ذهبت إلى النجف للدراسة. نعم. لماذا؟ ذاك الوقت كنت أريد أن أطلع على المذهب الشيعي لأنه كان لم يكن الشيعة موجودين في ذاك الوقت في كردستان، فهجس في خاطر أنه يجب أن أطلع على المذهب الشيعي ما هو ومحتوى هذا المذهب والتابعين لهذا المذهب كيف يتعاملون كيف وضعهم، فهذا هو الدافع الأساسي. وإلا كنت أقبل في كلية الآداب وكذلك كلية الجامعة المستنصرية، يعني هو الكليات كانت ممكن تقبل القانون آداب، يعني ما كان يذهب إلى كلية الفقه بالنجف. أي. واسمه الرسمي هكذا اللي اسمها الشريعة والعلوم الإسلامية كان زين، لكن الاسم المشهور كلية الفقه. ما كان يذهب إلى هناك إلا من كان مفر، يعني إذا كان درجته 60 أو 50 معدل قليل، لكن أنا معدل كان فوق 90. من اللي ساعدك بالنجف؟ من استقبلك؟ من وفر لك المكان؟ يعني القسم ممكن الداخلي، كنا في القسم الداخلي. في جماعة يعني من السليمانية من الدهوك من أربيل، وما زلت يعني ألتقي ببعضهم، بعضهم من باقون، ما لم يساعدني أحد. ذهبنا كبقية الطلبة وقبلنا هناك في تلك الكلية ورحبوا بنا، وأساتذتنا الذين كانوا يدرسون كان بعضهم شيعة، يعني منهم عدنان البكاء جمال الدين، كان شاعر مشهور ذاك وقتها، وكان بعضهم من السنة من الموصل من بغداد، وكان علاقتي بهم طيبة، إلا الأستاذ الذي درسنا الثقافة القومية، هذا ما البعث كنت أصطدم به كثيرا. زي. ليش ما طولت؟ ليش ما كملت؟ للسنة الثانية طبعا نجحت في السنة الأولى بدرجة جيدة، يعني زين. أنا كنت بهذا زيك الكردي لو كنت تلبس أفندي. لا زين تمام ألبس مثل لباسك زين